بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي أظهر الحاجات الموجودة زي اللايرز أو البروبرتيز أو أيا كان الحاجات اللي هي مخفية وأنا عايز أظهرها وفي نفس الوقت مش عارف أظهرها إزاي. أول حاجة هتعملها هتطلع هنا فوق على الحاجات دي على التاب ده وتختار التاب بتاعت الويندو، هتضغط عليها هتلاقي كل حاجة أنت ممكن تحطها. لو اللايرز فاللايرز هتلاقيها هتضغط F7 او هتضغط عليها هتلاقي اللايرز، طبعا عشان مش حاطين حاجة هي فاضية ما فيهاش غير الباك جراوند، واللي بتفتحها بضغطتين وانتر او ايا كان الطريقة اللي انت بتفتحها بيها، ممكن من الاف ده تمام. بس اي حاجة بقى تانية هتعوزها برضو هتروح على الويندو زي ما اتفقنا، ادجستمنت مثلا الحاجات دي تمام، تبدأ بقى تعدل تشوف هتعدل ايه وهكذا تمام. طبعا مش بيعدل برضو حاجة لان مش مفيش حاجة لسه في اللاير، مفيش حاجة انا حطيتها عشان خاطر اخلي الضوء بتاعها اعلى او اوطى وهكذا تمام. بس وهكذا بقى اي حاجة من الويندو انت عايز تجيبها، الكاركتر الكاركتر ستايل اي حاجة من هنا، الهيستوري طبعا مهم جدا، الهيستوري ايه اللي انت عملته لغاية دلوقتي او اي حاجة هتلاقي الموضوع سهل بإذن الله، او البروبرتيز تمام. بس كده اتمنى ما اكونش طولت عليكم والفيديو يكون مفيد وشكرا.